السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العقرب، هنتكلم على آخر أسبوع من شهر يوليو 2023، وتحديدا من يوم 26 ليوم 31 في الشهر. هنتكلم على أهم تحركات وأهم الطاقات والإيجابيات والتحذيرات اللي ممكن تواجهك في هذه الفترة من الشهر. هنتكلم على يوم 26 و27 ويبقى فيها القمر متواجد في بيتك الأول. التأثير اللي هيقابلكم في الفترة دي يا موليد برج العقرب ان فيه زيادة في ثقتك بنفسك، هتحس بقيمتك الفعلية، هتبقى عدم ثقتك في اي حد دي هتعلى بطريقة رهيبة مع زيادة ثقتك في نفسك. مش هتؤمن لحد، هتبقى دي الطاقة اللي جواك، لكن مش بطريقة وحشة اللي انت مش مثلا هتبقى ضد ناس، لا، لكن هتبقى حذر من اي حد قدامك. هتلاقي فيه اهتمام بشخصك، بمنظرك، بجمالك، بستايلك، بشياكتك، هتبص على المرايه تقول ده مش انا او ده مش انتي. الفتره دي هيبقى فيها ازدهار شخصي، في علو كبير جدا. احذر مع بعض الاشخاص، ممكن يفتكروك مغرور في الفتره دي، لكن ده مش غرور، ما هو الا ثقه بالنفس. في الفتره برضه هتبقى الكاريزما عاليه جدا، كاريزمتك وحضورك عاليين جدا في الفترة دي من الشهر. امرأة برج العقرب، كل اللي احنا قلناه ده هينطبق على رجل او امرأة برج العقرب، لكن لامرأة برج العقرب في نقطة هنا صغيرة قوي، او بالاخص لشريك امرأة برج العقرب. لو انت او انت بتتفرجوا دلوقتي ليكوا شريكة او علاقة او متزوج من امرأة برج العقرب، احذر. عندها في الفترة دي جهاز كشف الكذب العالي بطريقة رهيبة. جهاز كشف الكذب عندها في الفترة دي، انا لو من الحكومات هجمع امرأات برج العقرب وحطهم في الحكومة في الفترة دي، يطلعوا لي الكذابين من اولاد الستين في سبعين. بصراحة الفترة دي احذر، احذر من انت تكذب على امرأة برج العقرب. هتشم كذبك من على بعد كيلوات. ده تحذير. قوة كشف الكذب عند امرأة برج العقرب في الفترة دي من اعلى واقوى الفترات. هي بطبيعتها ذكية، بتعرف تكشف الكذاب من كويس من الحقيقي، لكن في الفترة دي الرادار عالي قوي على الشعرة، جهاز كشف الكذب على الشعرة. فده تحذير لأي شريك لامرأة برج العقرب في الفترة دي. مع تحذير بقى لامرأة برج العقرب نفسها، انت في الفترة دي انت طبعتك شيك وجميلة، في الفترة دي هتهتمي بشياكتك بطريقة عالية جدا، هيولد حقد عند ناس حواليكي. احذري من الحته دي، احذري من الحته دي، ان في ناس هتبص لك بحقد شويه. مفيش حلاوه من غير نار للاسف. ففي الفتره دي ككاريزما وكحضور وكشياكه وكل الحاجات العوامل دي هيخلي في عندك ازدهار جامد بالنسبه للشياكه، يبقى العين عليكي، وفي العين هتبقى عين كويسه ومبسوط بيكي، وفي عين تانيه حقوديه. خلي بالكم من الحقوديه. ده بالنسبه لامرأة برج العقرب في الفترة دي، زي ما احنا قلنا احذر من كشف الكذب. حاجة تانية لامرأة برج العقرب في الفترة دي، هتتلاقي فيها الاهتمام بالشريك عالي جدا، وانها مترهفة الاحساس جدا، وتبص وهتفرق ما بين خيال والواقعية ان هي تعيش الرومانسية الجميلة. ده بالنسبة لامرأة برج العقرب. هنتكلم على تاني تحرك، وهو يوم 28 و29، وهيبقى القمر في البيت الثاني. هنتكلم بالنسبة للعمل، في تحديات قوية هتقابلكوا في العمل في الفترة دي، في تنافس شديد هيبدأ يظهر مع أعضاء حواليك في العمل. احذر في الفترة دي من ان التنافس ميبقاش غير شريف للشخص اللي انت بتتنافس معه. احذر ان التنافس ليس شريف، لان متوقع ممكن يتبع اساليب قذرة. الشخص اللي انت بتتنافس معاه هيتبع معاك اساليب
قذرة ان هو يحاول يوقعك او يوصل لغلط. نقطة تانية بالنسبة للعمل برضو، انت هتبدأ تشوف نفسك او نفسك انت في الفترة دي، هتبدأ تبص التعب اللي انا او العطاء اللي بديه في الشغل، هل العائد او المقابل كويس؟ هل التعب قد العائد؟ هتراجع نفسك في الفكرة دي، هتبدأ تبص بالنسبة انت هتبص اذا كانت الموازنة صح او المعادلة صح ولا غلط. هتبدأ تفكر، هتبدأ تبص لنفسك كفكر بالنسبة اللي انت، هل العمل اللي انت بتتعبه ده مش ممكن في مكان تاني تلاقي احسن منه كعائد؟ يعني ممكن تلاقي نفس العمل بس بعائد افضل. هتبص للحتة دي في الفترة دي كويس قوي، بالاخص اللي انت في شغلك كنت تعبت قوي في شغلك وعملت اقصى ما عندك وكل الحلول، لكن العائد فوت علينا بكرة للأسف. في الفترة دي برضو بالنسبة للعمل، انت هتلاقي اللي انت باصص اللي انت عايز تدور على شغل حر شوية. هتلاقي في الفترة دي انت بتدور على شغل حر، حر نفسك، ودي برضو هتفيدك لو انت في فرصة قدامك اللي انت بشغل حر هيبقى افضل لك. لو انت شغل حر مش تحت مرؤوس هتعلى فيه اكتر وهيفيدك اكتر في الفترة دي من الشهر. بالنسبة يوم 30 و 31، هيقابلنا اخر تحرك في شهر يوليو 2023، وهو يبقى القمر في بيتكم الثالث. في تحذير كده صغير قبل ما ابدا اللي هيحصل في التوقعات اللي تبقى متواجده في الفتره دي، في شخص مقرب نواياه السيئه هتظهر. في شخص من المقربين هيظهر النوايا السيئه، هتبدا تظهر معاكم في الفتره دي، وما تزعلش لان كويس ان انت زي ما انا بقول دايما، كويس ان انت تعرف حبيبك من عدوك، لان اصعب الاعداء لما يكون طالع العدو جاي من القريب. في الفتره دي برضو مع الاقارب، اذا كان في مشكله او اذا كان في توتر او مثلا مشكله ملهاش حل وصلت لطريق مسدود، هتحاول ان انت تدور على الحقائق، هتوصل للحقائق كامله، هتحاول تدور على الصوره الواضحه عشان تعرف تحكم وتاخد قرارك في الوقت الصح. فانت في الفتره دي هيبقى عندك غموض بالنسبه للبعض، لكن انت من جواك ما هو الا عين بتتفرج عشان تعرف ايه الحقيقه فين بالظبط، عشان تعرف ايه الموقف او القرار اللي هتبدا تاخده بعد ما كل الحقائق تبقى موجوده قدامك ومفروض قدامك على الترابيزه. في الفتره دي برضه هيقابلك حاجه كده تتبعتك يا برج العقرب، هيبقى في حس فكاهي بس بسخريه. يعني حسك الفكاهي هيبقى في الفتره دي بسخريه على الاحداث اللي حواليك، اللي هو عبيط انا اصلا، عارف انت الحته دي، عارف انت الحته دي، ايوه ايوه انا مش واخد بال، انا عبيط، انا عبيط. ده الاحساس اللي جاله، اللي هو وفي نفس الوقت هتقول كلام فكاهي بس كسخريه قدر، كسخريه على اللي بتتكلم معاه. يعني انت بالبلد كده عايز تقول له انت عبيط بس بالعقل. ده هتبقى الفكاهه اللي هتبقى متواجده عندك في الفتره دي، او المدعبه اللي تبقى متواجده عندك في الفتره دي، هتبقى فكاهه سخريه للاشخاص اللي حواليك. فتره بامر الله يا جماعه جميله لقبلك برج العقرب. ليه؟ لان انت هتشوف الخبايا. فانا دايما بعتبر ان اقوى او احسن الاوقات الاوقات اللي فيها الاقناع والاشخاص بتاع قدامك عشان تشوف مين معاك من ضدك. الفترة دي يا جماعة استغلوها، هتعرفوا مين الكويس من الوحش، هتعرف مين فعلا ناوي لك الخير مين ناوي لك الشر، هتشوف ان في العمل انت ممكن عايز تقديريا اكتر. القوات اللي هتبقى متلازمة معاكم في الفترة دي جميلة جدا، استغلوها، لان ان شاء الله بامر الله في الفترات القادمة من بداية شهر اغسطس برضه هنتكلم عنها في الفيديوهات القادمة، في ان شاء الله تحركات جميلة جدا هتبقى في صفكم يا مواليد برج العقرب. وبكده يا جماعه يبقى وصلنا لحلقه النهارده، واتمنى تنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه اعجاب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع السلامه.